بعد أشهر عدة من الإغلاق، مركب محمد الخامس بالدار البيضاء سيفتتح أبوابه أواخر الشهر المقبل بعد عملية تهيئة تطلبت في شطرها الأول 80 مليون درهم. لكن الأسئلة تتناسل منذ الآن، ماذا بعد الافتتاح؟ وكيف يمكن المحافظة على هذه المعلمة؟ وأي دور لجمعيات المحبين في ضمان استمرارية التجهيزات الأساسية للمركب؟ ريبورتاج حسن الأحمدي وهشام بهلوان. هوية بصرية باللونين الأزرق والأصفر تؤتت المنظر العام لمركب محمد الخامس، وهذا يعكس بجلاء حجم الأشغال التي همت مختلف مرافق الملعب لضمان ظروف استقبال جيدة. مشروع الكلفة الإجمالية تتوي 220 مليون درهم، تتسام فيها أربعة أطراف: وزارة الداخلية عبر DGCL، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة، ومجلس مدينة الدار البيضاء. اشتغلنا في إطار شطرين، دابا حنا حاليا في المراحل الأخيرة من الشطر الأول. الشطر الأول عرف تقريبا خمس أشطر مهمة. التقينا هذا الصباح كل من فتحي جمال وعبد الرحيم صابر، أيقونتان كرويتان من الزميل الجميل لكرة القدم البيضاوية. من هنا تأهل الفريق الوطني أكثر من مناسبة، كنعتقد لا الجمهور ديال الرجاء ولا الجمهور ديال الوداد، هذه فرصة باش يرجعوا للملعب ديالهم، لأنه كتشوفوا المصاريف الباهظة اللي كيخسروا باش يمشيوا يشوفوا الأندية ديالهم بجوج، لا الرجاء ولا الوداد. هذه مناسبة باش كل شيء يشارك في هذا المشروع هذا ونحافظوا على هذه المعلمة هذه، لأنه الناس إلا شافوا هذا الشيء راه يعني كيفرح. هذاك احنا كنقولوا مينور اللي كنخليوه حنا في الزنقه وكنقولوا كيمشيو يهرس هذاك، قلنا له خصو بلاصه خاصه لهذوك ونجيبوا لهم واحد الفرقه موسيقيه اللي تنشطهم، ما نخايب يدخل بلا فلوس ما يخلصش، نديروا واحد البلاصه خاصه بالدراري الصغار ويجيو. الا جينا نشوفوا غير حنا والاخوان ديالنا اللي في الرجاء، غير المدارس ديالنا بجوج 5000 واحد. اشغال كثيره همت مستودع الملابس والمدرجات ومنصه الصحفيين والولوج الى الملعب ونظام المراقبه بالكاميرا، اشغال الغرض منها الاستجابه لانتظارات الجمهور. يجب تخلق الجمهور الدرجه الاولى، الناس اللي ستاديي والناس اللي كيديروا لا سيكوريتي هنا في الكومبلكس هما يكونوا يسهلوا هذا الدخول ديال المتفرجين، وكنعتقد ما غيكون حتى مشكل. خاصنا حنايا نوجدوا هذاك المحب ولا المتفرج، نوجدوه في خارج الملعب باش كيدخل الملعب. انا ما نظنش انا شي واحد اللي غيجي معزز مكرم وغيدخل الملعب وغيبدا يهرس في الكراسه. شركة تهيئة الدار البيضاء تعكف على وضع اللمسة الأخيرة قبل افتتاح الملعب أواخر شهر يناير المقبل، لتعود الوداد والرجاء إلى قواعدها وتعانق الجماهير التي عانت من التنقل عبر الملاعب.